زي ما نحن عارفين مفيش أحسن من فرحة النجاح، خاصة النجحة الأخيرة لما تنجح من الجامعة وتكمل القراية وتحس روحك خلاص أنت اليوم آخر مرة حتفتح فيها كتاب وحتنتقل لسوق العمل. وهنا المشكلة يا معلم، تنصدم بعدين إن مفيش سوق عمل، يعني هو مفيش سوق عمل، يا أما تحصل خدمة مع الحكومة عارف كيف، يا أما ما تحصلش وتقدر تمص في الليل في الشارع كيفك كيف الشباب. والمشكلة أنت باني يعني حياتك على طموحات وعلى أمال كبيرة بك ما تلقاهنش. وفي حاجة بس أنا بنوه عليها، عارف الشخص هذا اللي يقول لك تخرج بس، هو عادة يكون رجل عمتك، يعني عادة هيك رجل خالتك، ما يكونش قريبك واجد، يعني يقول لك غير تخرج بس. فأنت تجد زي ما تقول هو ليش يدير هيك الشخص هذا، يعني ليش تعطي فيه أمل وطموح، يعني ليش ما تقعدش في حالك، اقعد في التركينة غادي قاعمز في حالك وما تحكيش معي، لأنك يعني أنت لما تخرج هو أصلا حيقعد يا أما للزوف يا أما هو بعدين تلقاه يشتغل أساسا، يعني سواق حافلة أساسا في التضامن، فما عندش انت تحسب انه هو مدير هو ولا حاجه، وكان يكذب عليك وخلاص باش يصيط في العائله. فنصيحه مني ما تقتنعش بكلام واحد يعني يلبس في جلابيه غير يوم الجمعه، يعني يلبس في الايام العاديه تقتنعش به، لان كلامه ما يقعدش فيه مش اكيد. فانت طبعا شنو مصدوم وماسك الشهاده يا عينيك ودير 500 ملف وتوزع فين طبعا شنو، ومؤسسه الدوله اساسا المؤسسات يعني مليانات قاعدات فين عالم واجد. يعني مثلا نسالك انا سؤال، وهذا السؤال هذا نبي حد يجاوبني، لو في واحد يشتغل في وحده من الوزارات هذين يقول لي، يعني مثلا الجماعه اللي يشتغلوا في وزاره السياحه مثلا لما يجوا الصبح، يعني يجوا الصبح شربوا قهوه تمام سلموا على بعضهم، شنو يديروا بعد؟ لا قولوا لي شنو يديروا بعد، يعني شنو يديروا باش يفتحوا، يعني مثلا دايرين رحلات مثلا جالوا اوجله، يعني في رحلات داخليه جالوا اوجله، يقولوا لي بس مش انا نعرف. وزاره المواصلات والنقل هذوما لما يجوا مش عارف هم يخدموا عشيه ولا ما يخدم ولا النت، يعني ما فيش نقل ولا في مواصلات، يعني قطار ما عندناش، مترو ما عندناش، حافلات في بنغازي ما عندناش، عارف انت الايفيكو اللي عندك في طرابلس في بنغازي ما فيش، لا ايفيكو كانت في زمان مازدا شارب ولغوها خلاص، هو يمشي عليك رايك يا اما خذ سياره خاص، لان حتى التاكسي في الكحله وبيضه ما فيش ما يبوش يخدموا خلاص. فوزير المواصلات هذا زي ما تقول شنو يا سيدي، لا الوزير خلينا في حاله، خليك يا وزير. انا نحكي الموظفين الباقيين عارف كيف لما يجوا الصبح شنو كيف يفتحوا يومهم، كيف الملفات اللي يفتحوا فين شنو مثلا، هذه انا مش عارف. فانت للاسف جاي متاخر شويه، فالاغلبيه باش ندوا مع بعضنا، الاغلبيه مش هيحصلوا التعيين، اللي هو شنو الشاب يشوف التعيين هذا مش انه هو يعني بس عمل بس، يشوف فيه انه هو جواز واستقرار وشقة وسيارة وبنزينة للسيارة، لأن السيارة ما تعبيش وحدة. أنا واحد من الناس زمان كنت من المحظوظين اللي جنوا حصل تعيين، وكانوا حيز تعيين أنت ونعلية كأني عينوني مثلا في يعني السفارة الليبية في ألمانيا، أنا عينوني في المستشفى يعني، وكان المرتب 320 جنيه يعني 320 دينار. كيف تحسب؟ تعالوا نحسبوها مع بعضنا بالشوية، 320 دينار لو انا مثلا ونقولوا كل حاجه رخيصه وكل بوكيت ماني 320 هذه، لا حندسهم كلهم، حناكل بلاش عند باتي وعند امي وحنقعد معاهم في الحوش راقد بلاش واكل شارب، وال 320 هذه شنو للزمن، خلينا نقولوا هنا شنو لميت في السنه 4000 جنيه، وانا عمري مثلا 23 سنه، بعد 10 سنين عمري 33 سنه معي 40000، يعني انا ال 40000 هذين عشان نحمس به انا، لا جاوبني ما جاوبني انا شنو ندير بيه ال 40000 هذين، انا لو نلعب بين بنك الحظ حنخسرها كل ونروح. فمش عارف يعني شنو كانوا مثلا يبوك تدير مثلا زمان، خاصه العمل مثلا من 8 ل 2، طبعا ما حد يجي 8 ولا حد يقعد عند 2 الا قله قليله هذوما اللي كنا نسموا فيهم زارطينها يعني مثلا، بس هم قالوا صح ان احنا كنا غلط، بس المفروض زادونا شوي. فانت يا صديقي وحبيبي ما تستناش التعيين، اي عمل يشتغل فيه، لاني احنا اسالك سؤال، كم تعرف واحد مثلا اشتغل في محل وبعدين محل مثلا محل ملابس وبعدين هو بروح دار محل، وكم تعرف واحد اشتغل في مطعم وبعدين هو بروح دار مطعم، ولا حد مثلا تعلم حلاقه واشتغل حلاق بعدين بروح فتح حلاق. فانا انصح نصيحه، دور على عمل، دور على شغل حتى في حاجه ما تفهمش فيها، لو لقيت فيها شغل تحمل على روحك شويه مهما كان المرتب، حتى المرتب لو كان زهيد حسيت شويه ان شاء الله حتى في مصروفك بس، لكن صدقني حتطلع منه بحاجه. في ناس واجد اشتغلت مثلا في المطاعم وفي الكافيات وما كانش عندهم اي خبره، نعرف انا منهم ناس يعني شخصيا اصدقاء واقارب حتى اشتغلوا في النظام في الكافيهات وفي المطاعم
وما كانوش عندهم اي خبره يعني كان ما عندهمش اي علاقه، اشتغلوا مره هنا ومره هنا شهرين ثلاثه اربعه سته ربك كرمهم داروا مطعم صغير وبعدين الحياه تمت شنو احسن. وفي اللي منهم قال لي انا نادم على كل يوم ما فتحتش فيه مشروع، في اللي قال لي انا ايش كنت ندير يعني مثلا زمان نشتغل مثلا في الوظيفه الفلانيه ولا الوظيفه الفلانيه، يعني كاني ناس استغليت وقتي وفتحت مثلا من الاول الشغله هذه راح احسن لي بوجه. طبعا باش نقول الخيمه بعضنا ونحن مش كلنا حنكونوا حسني بي، يعني ما فيناش مش كلنا حنوضوا ثاني يوم نلقى روحي اتش بي نبدا نجيب في الحليب الاطفال، لا مش كلنا، لكن صدقني في منا نسبة كبيرة جدا ان هي ممكن تخش سوق العمل وتشتغل. ونحن ندير سوق العمل وحدنا شركات مصغرة، لان انت مثلا توا شاب شن عندك؟ عندك وقت وعندك قوة، والوقت والقوة هذين قبل حتى الفلوس يعتبر الراس مال، يعني انت لو تستغل صح مجموعة مثلا من الشباب عندهم فكرة معينة يجربوها ما تخافش، يعني في النهاية بك قال لك المصرية يقولوا في مثل يقول لك ضربوا العور على عينه وقال خسرانة خسرانة، يعني ضربوه على عين العورة قال هي اصلا عورة عورة. فاشتغل يا معلم، حاول انك تلقى عمل، تعالوا اجتمعوا شباب اصحاب بدل ما تقعدوا تحكوا في عرم مواضيع، حاولوا ديروا مشروع داخل. انا واصحابي حاولنا كم مرة نديروا مشاريع بس ما كناش جديين بصراحة وقتها، وكنا لفترة طويلة جدا نقعدوا في نفس المكان كل يوم نشربوا في قهوة ونهدرزوا على كل حاجة فايدة او ما فيهاش فايدة. لكن سبحان الله جاء وقت مثلا معين نحن الستة في نفس الوقت كل واحد منا دار موضوع، اللي فتح محل واللي فتح مطعم واللي فتح كافي واللي اشتغل في شغلة ما عمره ما فكرنا هو يشتغل فيها، والحمد لله امورنا كلها المادية اصبحت احسن بواجد. قعدنا نتخيلوا نحن بيه لو بدينا بدري شوية كيف كانت حتكون حياتنا، اكيد كانت حتكون افضل، اكيد كنا ممكن فينا اللي يجوز مثلا بدري شوية في اللي كان حيدير سيارة بدري. فانت تو الفرصة في يدك، خاصة شباب اللي في بداية العشرينات هذا وقتكم يا اخوتي، وان شاء الله تبدو استفدتم الفيديو، وفكر بس وركز وحاول انك انت تلقى مثلا اي مكان تبدا فيه، ابدا بشويه بشويه ان شاء الله ربي يرزقك. وشكرا على الاستماع وعذرا على الاطاله ومنورين يا حبيبي.